أمل من مدينة نصر. أستاذة أمل، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. سمعتي أكيد الأغنية، النشيد، الحالة بتاعت قالوا إيه؟ أنا بيتهيألي إن أنا أول واحدة عملت لها داونلود وشايفتها على الفيسبوك أصلا إيه بعد ده؟ القناة طبعا. أول واحدة؟ طب دي حقيقة حضرتك يعني. شخصية تاريخية كده. دخلت هم دخلوني التاريخ من طب أول ما عملتي حطوني في لها ليه التاريخ. داونلود؟ يعني كنت عايزاها على الموبايل عندي. ايه اللي عجبك فيها؟ فكنتش عايزاها. كل حاجة طبعا، يعني أنا سمعت الهتاف ده يمكن من شهر 9 أو 10 في 2017 بعد استشهاد طبعا منسي ورجالة منسي. لكن الهتاف نفسه أنا يمكن عملت له شير أكتر من 10 ل 15 مرة على البروفايل عندي. لكن لما سمعت الأغنية أنا انبهرت إزاي عرفوا يدخلوا المزيكا على صوت محمد وديع، إزاي عملوها يعني. ده السؤال ده مش يعني ليا، ده الاستاذ وليد رمضان. لا حقيقي أعجوبة يعني. أنا ساعتها حتى كتبت بوست، أنا ما كنتش أعرف أستاذ وليد ساعتها، وقلت يا جماعة اللي عمل الفكرة دي عبقري عبقري، والأغنية دي هتوصل وهتفرقع. وهي وده اللي حصل ده فعلا، اللي حصل فعلا. ده اللي بالظبط. حصل فعلا. يعني أنا بروفايل عادي جدا على الفيسبوك، بني آدم عادية جدا، ما عنديش فولورز. الشير عندي عمل حوالي مقرب على ربع مليون، فده رقم رهيب. وده يمكن بيعكس وبيفسر انه يعني الناس في حاجه يعني لاناشيد، لحاله، زي انا عجباني الناس محتاجة مصطلح إنها حاله. تسمع حاجة تريح ودنها، أو حاجة ماشية مع الجو الجديد، وفي نفس الوقت عايزين يسألوا مين دول. والأغنية عملت حاجة أحلى، إن الناس بقت لما تقول لا الهتاف الأصلي أحلى، بقوا يسألوا هو فين الهتاف الأصلي، فبقوا يسمعوا الهتاف الأصلي ايه يا فندم؟ ويرتبطوا بالهتاف الأصلي. لا معلش، الصوت راح. حضرتك قلتي ايه اخر حاجه؟ ان هم كانوا لما يسمعوا الاغنيه ويلاقوا كومنت مثلا ان في هتاف اصلي في الكتيبه، تمام. فلا احنا عايزين نسمع الهتاف، فين الهتاف؟ بقوا يدوروا على الهتاف ويسمعوه. هو موجود فعلا على النت، بالظبط. مش كده؟ فالاغنيه موجود. عملت انتشار لنفسها وللهتاف معاها، فبقت تعالى. النتيجه ان الناس بقت تحفظ الاسامي والاغاني. احنا لحد دلوقتي من يوم 18 فبراير من ساعه ما الاغنيه دي ما نزلت حتى يومنا هذا، الول كله لازم صباح الخير لازم تبقى بتصبح على حد من الشهداء. لازم. انا بنتي في سن المراهقه عندها 18 سنه، لما سمعتها الهتاف عجبها، بس لما سمعتها الاغنيه حفظتها. ويعني لازم عايزه تسال تقولي نفسك حضرتك يا ليه؟ استاذه امل انها وصلت لكل الاعمار وكل الفئات. كل الاعمار وكل الفئات. طبعا كان في ناس معترضه، في ناس اجلالا للشهداء كانوا شايفين ان المزيكا اوفر، في ناس ما كان يعني ما كانش عاجبها قوي ان الاغنيه هايصه قوي وهي بتتكلم على شهداء. بس المحصله ايه؟ ان خالد مغربي دبابه، اتعرف خالد مغربي، منسي بقى اسمه الاسطوره. في الاول وفي الاخر يعني احنا جايين الهدف، نقدم الشهداء تحقق يعني. طبعا، الهدف تحقق. وبيتهيألي فوق مكان اي حد يتخيل. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه امل عبد الله.